بسم الله الرحمن الرحيم. انا ودخلت ضحيه سمير بوراحي اللي دوف اليوم باريوب بتاعنا غادره على حسب سمعنا. حتى انا كنت خدام تفاجات باتصال بعض الاصدقاء بان الولد خالتي توفى بعد شجر مع شي احد الجيران على شي سوء تفاهم. ندخل نصلي ما ندخلش نصلي والله اعلم انا ما حضرتش يعني اللي قالوا لي بعض الاخوان. صافي السيد بعد ما جات فيه هذيك الضربه خاصو هنايا هو نصني يضرمل خيطو ولو طلع مراه بشي ساعه ولا نص ساعه قال حس براسو ماشي هو هذاك. ما جا ود الهلال اللي مع دخلت الهلال السيد فارغ الحياه واش اهمال طبي واش ما عرفناش شنو تما تشرح كان غير ان شاء الله. وانا ما كنتش حاضر كنأكد عليها جا اللي قال لي بعض الاخوان انا ما كنتش حاضر.